أعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل وازي مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور يا أبو فهد، حياك الله وساعة المباركة. واليوم طبعا راح نتكلم عن مجلة الرياضي 27 أغسطس 1994 وطبعا راح نستكمل فيها بريد الغراء. نعم. طبعا ابو صلاح الكويت يقول هذا في عام 94 اغسطس 94 اشتاقت الملاعب الخضراء وعشاق كره القدم في كويتنا الحبيبه اللاعب المحبوب صلاح الحساوي، طال بعدك عن ناديك وجماهيرك نتمنى عودتك وننتظرها على حر من الجمر، فارجع الى تلك الجماهير لتعود البسمه مره اخرى الى الشفاء ولكي تعيد لنادي الكويت البطولات. طبعا الكابتن خلوق جدا والنجم المبدع والهداف صلاح جاسم الحساوي من النجوم المميزين، بدأ مشواره الكروي مع نادي الكويت الفريق الأول أعتقد موسم 83 إذا أقول يمكن زج فيه صالح زكريا أو جون كاترايت والله ما أذكر، يعني كانت مباراة أعتقد الأولى مع كاظمة، فكان نجم مميز بدأ يشق طريقه إلى النجومية مع المنتخب، انضم لمنتخب الكويت 84 في كأس الخليج اللي صارت في مسقط، بعدها استبعد الجيل هذا لأن كان يسمونه الفريق الثالث فكان في فريق أول، لكن بعدها بسنة ميغيل بيريرا ضم للمنتخب اللي كان يستعد بكأس العالم لوبيز ما أخذها، ميغيل بيريرا استدعاه ولعبه قدام اليمن وأحرز هدف صنع هدف، كان نجم مميز في المشوار الكروي بدأ وعاد اشتغل صلاح الحساوي مشوار الكروي ودش لعبه صالح زكريا قدام عمان كأس الخليج 86 وأحرز هدف بعد النحس اللي لازمنا في المباراة وصنع هدف، وايضا نتكلم في بدوره الالعاب الاسيويه هذه لعبه صلاح الحساوي اللي صارت في سيول 86 كان هداف البطوله وكان نجم مميز، لكن مشكله صلاح الحساوي انه ما استمر مع الفريق، الكل يتذكر هدفه الجميل جدا في مرمى محسن مصبح في تصفيات كاس العالم احرز يومها هدفين وما لعب مباراه الاعاده الثانيه الاياب اللي لعبناها في الامارات، ما لعب وصيب في لعبه في مباراه والله المفروض ما كان يلعب فيها مع مصر باعتزال فاروق جعفر اعتقد، بعدها صلاح الحساوي ابتعد يمكن لانشغاله في اموره الخاصه او في شغله الخاص ابتعد، رجع بال 94 لما جاء كاترايت خذاه وقوى لكنه شاف انه لا الزمان زماني ولا المكان مكاني. مكاني نعم. فقال لهم يوه فما الله صفط لبسه وقال يلا. نعم. فما الله. طبعا احمد جاسم تعليقات رياضيه، أحمد الجاسم يجب أن يبذل جهدا أكبر ويكون على مستوى أعلى وأنا أتنبأ له مستقبل مشرق طبعا في حراسة المرمى، وأن الوحيد من حراس مرمى الكويتي اللي يستحق أن يلقب بخليفة أحمد طرابلسي. علي مروي يجب أن لا يستمع إلى من يشيع بأن المرعب الصغير أو أداء يشبه أداء المرعب جاسم يعقوب لأن هذا سيجعله يصاب بالغرور، وأخوي طبعا أبو عبد العزيز يعني رجل متواضع جدا صراحة. محسن العنيزي يتمنى له المزيد من النجاح والعطاء منذ أن شرف بني قادس بأدائه حيث أنه لم يسمح له لهدف واحد أن يهز شباك قادسية طوال بطولة كأس سمو أمير بلاد المفدى. صحيح. علي مراد طبعا علي مراد نجم نادي كاظمة لكرة اليد وشقيق قدرة لاعب موهوب أمامه مستقبل باهر في مجال كرة اليد وسيكون من ذوي الشأن في هذه الرياضة. الأفضل كويتيا أفضل هذا طبعا نادية هذا نادية من الكويت، الأفضل كويتيا أفضل مهاجم محمد الصالح ونواف جديد، أفضل حارس مرمى خالد الفضلي مناور هزاع، أفضل دفاع يوسف دوخي محمد بنيان، أفضل لاعب وسط عبد الله وبران وعبيد الشمري، أفضل مباراة القادسية وكاظمة في دورة الأربعة، أفضل فريق القادسية والتضامن، أفضل جمهور القادسية. هاي قدساوية وجهراوية بعد. إيه رايك نطلع فاصل إن شاء الله ونتابع بقية الحلقة. أعزائي المشاهدين خلوكم معانا لا توعدون، فاصل قصير وراجعين لكم.
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملة بقية حلقتنا. وإحنا في البارت الأول كنا ولازلنا مع مجلة الرياضي 74 أغسطس، وكان هناك زاوية طبعاً زاوية محببة لي صراحة، أنا أحبها، اللي هي زاوية وريد الغراء، لأن نعرف المجتمع الرياضي في لحظتها، يعني وقت 94 في أغسطس شو الأجواء اللي قاعدة تصير هنا. نعم طبعاً القدساوية شيء ما الكويت، طبعاً نقول جماهير قادسية يعني أنكم فعلاً مخلصون لناديكم، فقد وقفتم معه موقفاً مشرفاً، فأنتم أوفى جماهير في الكويت وأنتم الأكثر أيضاً. فجماهير قادسية تشكل 80% من جواهر الكويت، لا مو 80% عاد مبالغة يعني ولا يسمعنا بعد منو محمد كره أبو علي. نادي القادسية ألف مبروك لحصوله على كأس سمو الأمير، وبني قادس قد ظهروا بأحسن مستوى، وبني قادس يستاهلون. طبعا هني بعد الفرحة والسعادة اللي تغمر قلبي، أستطيع أن أكتب لكي أعبر عن فرحتي فوز القادسية وامتلاك الكأس، وأشكر جميع اللاعبين على جهدهم اللي بذلوه. طبعا كما خص بالذكر لاعب حمص صالح الذي شارك في المباراة رغم إصابته. طبعا المباراة كانت بين القادسية والتضامن. اي نعم. ناصر بن ايان هدف صاروخي بالرأس، هدف جميل صراحة، من أجمل الأهداف اللي أحرزها ناصر بن ايان. والهدف الثاني أحرزه أبو سويهي بعد خطأ من نجم الدفاع وقلب الدفاع نادي التضامن الكابتن مبارك مهنة، استغلها أبو سويهي. سويهي ما تغلط قدامه، يعني النجم ما شاء الله عليه طلقة، فأخذ الكرة وأحرز هدف جميل، أكد فوز القادسية في النهائي. ونادي التضامن ترى ما له حظ، يعني كنت 3 مرات وأربع مرات يصل النهائي، وصل نهائي الدوري أيضا، لكن يعني ما الله وفق. نعم طبعا في يعني سالم عبد الله الردعان منطقة الدسمة كتب عبيد الهندسة، حيرت الدفاع وأشعلت الصراع، من عاداك ضاع، يا أندية منه احذري، ما بوصفه اللسان كما عزف الكمان، وعلى ظهره يعني إلى آخر طبعا الكلام، يعني وجهه أو أهداه سالم الردعان إلى مهندس وسط القادسية والكويت اللاعب الفذ عبيد الشمري. استاهل كابتن عبيد الشمري طبعا، من الشاعر نجم عبد الله الظاهر، يعني ناقل نجم صراحة. ايه كابتن نعم. عبيد الشمري نعم. طبعا في انا في صفحة هني ابو فهد بس بنتقل لها، اللي هي طبعا كانت تغطية لمنتخب الذهب للكويت، ختام بطولة خليج 5 للغطس. منتخب الكويت صدر دول الخليج بالغطس، الخليج السباحة. اي نعم تماسيح الكويت يسمونه. اي نعم هذا طبعا بس هذا الخبر يعني اللي كنت ابي اسلط الضوء عليه. وكذلك يعني في هم خبر ثاني تعلق طبعا ب يعني عندنا هني اللي هو ام الالعاب الاوروبيه هواها شرقي، الروس اوائل بدون فلوس، سيطروا على بطولات العاب القوه الاوروبيه. طبعا هذه تقرير على العاب القوه يعني هلسنكي. اي يعني نسنكي تكشف لاوروبا مستواها وتعطي فرصه لبروز عدد من الواعدين. يعني هني لائحه نهائي الميداليات، روسيا الاول كانت، وبريطانيا طبعا بعدها، بس الشاهد ان يعني امريكا وينها؟ هذه اوروبيه. اي اسف اوروبيه صحيح. صحيح يعني هذه طبعا هني عندنا يعني اخيرا هذه لعبه طبعا مسابقه شهر اغسطس، يحطون صور لاعبين و يعني تملي انت اسماء. طبعا عندنا هنا علي مروي. نعم. سامي الجابر هذا طبعا. تامر عناد. عندك بعد تشوف مفيد تستكملهم، نشوف هتفوز بالجائزه 75 دينار. طبعا علي الشمري، علي مروي قصدي، وسامي الجابر وثامر عناد، احمد جميل، هشام يكن، هذا اللي توفى نجم سكوبار نجم كولومبيا. ايضا هني روبرتو باجيو وباولو روسي وعبد الله معيوف. الله نعم صحيح. وصلنا تجوري بغازي. تجوري والله عبد الله معيوف يستاهل ابو فواز، يعني ختام همسك يستاهل ابو فواز. صوره جميله للكابتن وقلب الدفاع نادي كاظمه والمنتخبين الوطني والعسكري. الجيل هذا لازم نقول منتخبين وطني عسكري، كانوا يمثلون منتخب العسكري، لكن الاجيال اللي بعدها ما شاركوا. فصورة جميلة للكابتن أبو فواز عبد الله معيوف. ننهي فيها حلقتنا، لا يسعني في نهاية الحلقة إلا أني أشكركم على المتابعة، وأشكر زميلي فهد عبد الجليل. إلى أن ألقاكم في حلقات قادمة،
وفمان الله.